حياكم الله مشاهدينا الكرام في موعدكم الإخباري من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نبدأ معكم هذه النشرة بأهم عناوينها. بعد أيام من الكر والفر عاد المتظاهرون للاعتصام عند جسر السنك وينتشرون بالخلاني. مسلسل ترهيب المحتجين يتواصل، اغتيال ناشط مدني في وضح النهار. حصيلة مرعبة للمعاقين بالاحتجاجات، إصابة المئات بإعاقات مزمنة. إغلاق جديد لميناء أم قصر، والعراق يغلق منفذين حدودين مع إيران. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله مجدداً. بعد أيام من الكر والفر عاد المتظاهرون للاعتصام عند جسر السنك الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة وسط بغداد، كما سيطروا على مرآب السيارات ذي الطوابق المحاذي للجسر. وبأمر من قيادة عمليات بغداد، تراجعت القوات الأمنية إلى خلف الكتل الإسمنتية عند بداية جسر السنك، مما سمح للمتظاهرين بالتقدم إلى بداية الجسر وساحة الخلاني. المحتجون الغاضبون تسلقوا جدران مرآب السيارات ورفعوا لافتات مساندة للتظاهرات، وأكدوا أنه يمثل مكانا استراتيجيا كبناية المطعم التركي في ساحة التحرير. احنا الساعة الصبح تقريبا بالسبعة والثمانية طبينا عليهم، بلشنا الصبات وشعتناهم ونالك عبروا على الصبات الثانية. احنا بالأربعة الفجر كنا ورا الصبات مال ساحة الخلاني، بس على التفتيش هاي نجيب اكل للمتظاهرين السلميين. نعم، لوجستي فدعم لوجستي كنا احنا، فاشتغلونا بهاي. والله العلي العظيم دعينا، بس دعينا بطابوت فركضنا وراهم وسموين. شوف جاي نفتش حتى نحمي هاي الناس المتظاهرين. امس صار خرق يعني بوقت، يعني وقت كان وقت غدا يعني وصلاه، فصار خرق عندنا وصار عندنا انفجار، وهاي ادت عندنا مشكله. يعني ان شاء الله اليوم كثفنا سيطرات وهاي المشكله بعد ما تنحات ان شاء الله بقوه الله. يعني راحوا ضحيه هواي شباب والله، يعني نتيجه هذا العمل الارهابي الاجرامي. الى اكثر من 24 متظاهرا بين شهيد وجريح، ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة. وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الحصيلة ارتفعت إلى 4 شهداء و20 جريحا، فيما أدانت مفوضية حقوق الإنسان التفجير الذي استهدف المتظاهرين السلميين، واعتبرته تهديدا خطيرا ينعكس سلبا على سلمية التظاهرات والمطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة. هذا وكانت خلية الإعلام الأمني قد بيّنت أن عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل سيارة انفجرت قرب ساحة التحرير، مؤكدة أن التحقيق بالحادث مستمر لكشف من يقف وراء التفجير. المتظاهرون في بغداد أطلقوا حملة جديدة لتنظيف ساحة التحرير والخلاني ومحيطهما من مخلفات الانفجار والنفايات التي خلفتها قوات مكافحة الشغب بحسب قولهم. هاي المكان الانفجار، وهاي جاي ننظف الوسخ وهاي هنا، وجاي تشوفون بعدكم. يعني نسوي حملات تنظيف، قمنا بتنظيف الشوارع، عندنا حملات هاي مال البنايات اللي احترقت من قبل قوات الشغب اللي يدعون بها المتظاهرين. حاليا تشوف كل منتشره حملاتنا بكل الشوارع. او
اول شيء احنا يعني هاي حملات تنظيف ساحه التحرير وساحه الخلاني، يعني هاي المكانات التفجير صار بيهن البارحه واللي طاحت الشهداء، يعني قلنا ننظف هذا مكاننا وهاي قاعنا وهاي، يعني بنوجه نوصل صوره لهم احنا نعمر ما نخرب. اي والله هم اللي يخربون، والله احنا هذا بلدنا هاي قاعنا، احنا ننظف واحنا نقوم باحسن صوره ان شاء الله. اي والله هسه شيء وشباب وبنات وولد خير من الله كله جاي تنظف. بعد تعرض بعض ساحة التظاهر لتفجيرات تستهدف المحتجين، رسائل بعثها المتظاهرون من التقرير مفادها الثبات على السلمية حتى تحقيق المطالب. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي. العنف لن يولد إلا العنف، ولا يفل الحديد إلا الحديد، والعين بالعين، إلا بمنطق المتظاهرين الذين أكدوا على استمرار سلميتهم. كلما احتدم القمع ازدادوا إصرارا وثباتا، رسائل يطلقونها يوميا ويؤكدون لا تنال المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الحقوق غلابا. يوم أمس صرحت المرجعية عدم ضرب متظاهرين، بمن ينضربون اليوم؟ البارحة الساعة 8 المغرب شالوا المتحف العراقي كله حتى التماثيل، وهاي الصورة عندي هسه اشوفك اياها، شالوا المتحف كله فرغوا هاي الدوائر الحكومية كلها فرغوها، حتى السفارة الإيرانية البارحة كلها شالوا القلوب الخضراء. عدة انفجارات استهدفت أماكن التظاهرات في بغداد، كان آخرها انفجار عبوة كانت أسفل سيارة بمحيط التحرير، خلفت شهداء وجرحى، ما أن انقشعت ظلمة الليل حتى انطلق المتظاهرون لإزالة مخلفات الانفجار. حملة تأتي ضمن الحملات التي ترسم وجها أجمل لثورة أكتوبر كما يسمونها، وكأن شيئا لم يكن سوى الإصرار والعزيمة على المواقف. احنا مو بس يعني سوينا حملة تنظيف، وانما انا كنت بساحة التحرير شدت الفراش مالتهم، وهاي حملة التنظيف هاي قاعدين ننظفها ونساعد اخوتنا واهلنا واولادنا. سوينا حملات هواية موقع الانفجار وكل المواقع، مو بس موقع الانفجار، وين ما نروح. يقول المتظاهرون إن التفجيرات التي تستهدفهم تضاف إلى سلسلة العنف المفرط والقتل المتعمد والاغتيال بطرق مختلفة وبحجج وهية، مؤكدين أن الترهيب والقتل لا يمكن أن يكون سلوك دولة مطلقا، وهم العزل الذين خرجوا للمطالبة بوطن. إذن مشاهدينا، معنا مباشرة من بغداد الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور إحسان. إذن نبدأ من حيث انتهى التقرير، تعرض بعض ساحات التظاهر لتفجيرات والتي استهدفت المحتجين المتظاهرين، ربما الرسائل جاءت سريعة من المتظاهرين وهي الثبات على السلمية حتى تحقيق المطالب، هذه هي رسائل المتظاهرين، ما هي الرسائل المراد إيصالها من هكذا أعمال تخريبية تستهدف المتظاهرين؟ شكرا لكم على الاستضافة. هي جزء من الأساليب التي انتهجت من قبل الطرف الثالث لمحاولة تقويض هذه الحركة الاحتجاجية، يعني ليس غريبا على هذه الجهات التي عملت على قتل العراقيين بحدود 350، نتحدث عن 15 جليح، لذلك لا يأبه هذا الطرف بالتحديد في قضية استخدام هكذا أسلوب. اللافت أن هذا الطرف لا يعي إلى حد هذه اللحظة بأن هناك تمسك وأصرار وصمود من قبل هؤلاء المنتفضون على موضوع التحقيق مطالبهم كاملا. فشلت كل الأساليب الماضية، عمليات تكميم الأفواه، الاختطاف، ترهيب المفكرين والإعلاميين، وحتى عمليات الاغتيال، لكن فيما يبدو بأنهم لا. نعم سيدتي. طيب دكتور إحسان، يعني بالتحديد حول الاغتيالات، الترهيب، التهديد خلال التصريحات، التخويف لهؤلاء المتظاهرين، ربما هو مسلسل من مسلسلات الترهيب والتخويف، ربما لامتصاص غضبهم أو حتى للتأثير عليهم حتى يتراجعوا عن الاستمرار. طيب كيف وبمن سيثق المتظاهرون اليوم؟
يعني لا ثقة سيدتي ما بين المتظاهرين والطرف الآخر يعني بالضفة الأخرى من دجلة فيما يبدو بالتحديد ساسة المنطقة الخضراء. نعم. يعني على مستوى انتشارهم سواء سلطات تنفيذية أو حتى تشريعية، لذلك هم يعني لديهم أزمة ثقة مع هذه الطبقة السياسية ومن ثم في المعادلة السياسية المتحكمة بالقرار، ولذلك تأتي مطالبهم كجزء من عودة يعني بناء الثقة في بعض الآليات الدستورية هو إيجاد بديل لعبد المهدي وأيضا المضي نحو انتخابات مبكرة. ما بعد الانتخابات يمكن أن يكون هناك جيل سياسي جديد يمكن الوثوق به ليس فقط من قبل المنتفضين وإنما من قبل الشعب العراقي. الآن الثقة معدومة، ودليل ومؤشر ذلك أنه كل البيانات التي تطرح، القرارات التي تتخذ رغم أنها تعرضت إلى مصدات كبيرة ترفض من قبل هذه الساحات، ومن ثم لا ثقة ما بين المحتجين من جهة والطبقة السياسية من جهة أخرى. طيب دكتور إحسان، يعني يوم أمس وبعد بيان المرجعية كانت لك تغريدة يعني وهي مقتبسة من البيان لا شرعية إلا للشعب، انتخابات مبكرة بقانون منصف، أيضا لا إصلاح إلى الآن يعني مما يجري وهي مناورة من قبل الممسكين بالسلطة، لكن يعني ذكرت بأن الحل للرئاسات هو سلوك الطريق الآخر، ماذا تقصد بالطريق الآخر؟ الطريق الآخر يعني هذا الموضوع الاستنتاج الذي استندت عليه هو طبيعة ما صرحت به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حين التقت بالسيد السيستاني وأشار بأن أمام هذه الرئاسات إذا لم تنفذ مطالب المتظاهرين يعني بدون انتقائية وبدون يعني عمليات التفاف ومناورة فعليهم أن يسلكوا طريقا آخر. هذا الطريق الآخر من وجهة نظري هو لا يحتمل التأويل في قضية الذهاب نحو الاستقالة بالتحديد سيدتي، خصوصا وأنه يعني يبين أو يؤشر بأنهم عجزوا عن الإصلاح، عجزوا عن الاستجابة لمطالب المتظاهرين، عن حماية المتظاهرين، وبالتالي هنا يصف المرجع بأن هم في دائرة الفشل ومن ثم والعجز، فبالتالي لابد أن ينتقلوا لسلوك آخر وهو موضوع الاستقالة. يعني هذا يعني مسار دستوري وقانوني يمكن أن يحفظ البلاد من أي تداعيات يمكن أن تحدث. إذن الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. استشهاد 143 متظاهرا واعتقال العشرات حصيلة جديدة أعلنتها مفوضية حقوق الإنسان تتضمن ضحايا الأيام الثلاثة الماضية. وأدانت المفوضية في بيان الاعتقالات العشوائية دون التحرية بشأن المعتقلين، حيث أكدت فرق الرصد التابعة لها اعتقال 66 متظاهرا في بغداد أطلق سراح 7 منهم، كما وثقت اعتقال 20 متظاهرا في البصرة واعتقال 37 آخرين في محافظة ذي قار. قتال مسلحون الناشط المدني عدنان رستم في حي الحرية شمال غرب العاصمة بغداد. وقال شهود عيان إن مسلحين أطلقوا النار على الناشط المدني في حي الحرية شمال بغداد ما أدى إلى استشهاده في الحال. ويعد رستم من الناشطين الذين برزوا في الانتخابات أو الاحتجاجات التي انطلقت منذ بداية تشرين الأول الماضي، ولم تكن هذه الحالة هي الأولى التي يستهدف فيها الناشطون، حيث عدها مراقبون ضمن مسلسل لترهيب الناشطين. عدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اغتيال الناشط المدني عدنان رستم تطورا خطيرا يهدد الحريات في البلاد. وقالت اللجنة في بيان لها إنها نبهت الحكومة العراقية من تكرار خطف واعتقال الناشطين، وأكدت اللجنة أن الأوضاع تطورت بشكل خطير، لافتا إلى أنها أكدت على الحكومة ضرورة توفير الحماية الأكبر للحريات.
أكثر من 700 مصاب بإعاقة دائمة جراء القمع الذي تعرضوا له خلال التظاهرات التي عمت بغداد ومحافظات عدة. إحصائية أكدها مصدر بوزارة الصحة مبينا أن كثيرا من تلك الحالات ما تزال داخل المستشفيات وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية. وقال المصدر إن الإصابات التي سجلتها الوزارة خلال فترة التظاهرات تشمل حالات اختناق بالغاز وحالات دهس وإصابات مباشرة بالرصاص الحي، مضيفا أن تلك الإصابات أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة وأغلبها كانت إصابات مباشرة وبعضها في أطراف المتظاهرين، كما أن بعض الإصابات التي سجلت كانت قريبة من النخاع الشوكي وقد تسببت بحالات إعاقة لا يمكن علاجها. للشهر الثاني على التوالي لا تزال الحكومة تراهن على الوقت في إنهاء التظاهرات، الأمر الذي زاد من زخم التظاهر في بغداد ومحافظات الجنوب. نتابع المزيد من التفاصيل مع فراس الدليمي. بينما تعتقد القوى السياسية أنها توصلت إلى خلطة مثالية تنفع في إنهاء حركة الاحتجاج التي تخللها عنف كبير من خلال إجراءات سياسية جديدة تستهدف تنفيس غضب المحتجين وإقناعهم بجدية الطبقة السياسية في تلبية مطالبهم، وأخرى أمنية تحاول حصر المتظاهرين في ساحة التحرير، هذا الحراك السياسي لم يفضي إلى نتيجة بل زاد من زخم التظاهرات الذي أفضى إلى عودة المتظاهرين للسيطرة على ساحة الخلاني وجسر السنك. الحراك السياسي الحالي لا يتلائم مع حجم التظاهرات الموجودة في الشارع العراقي. على القوى السياسية والحكومة العراقية أن تعي أن هناك فجوة زمنية ما بين القرار الذي تتخذه والموقف وما بين مطالب الشارع وتطورات الأحداث التي تجري على الأرض. دخول المرجعية بشكل واضح وصريح مؤيدة للتظاهرات أعطاها زخم جديد. التفجيرات المتعاقبة التي طالت ساحات التظاهر في بغداد وذقار أثارت موجة قلق شديدة لدى المتظاهرين الذين حذروا من منعطف خطير وأسلوب جديد لقمع التظاهرات وإنهائها، أعادت معها الحديث عن الطرف الثالث الذي تروج له الحكومة وأحزاب داعمة لها منذ أيام حول الجهة التي تقف خلف قتل المتظاهرين وتسعى لنشر الفوضى. بعد خطاب المرجعية قد آلت الآن إلى أن تذهب سريعا نحو تغييرات دراماتيكية في ساحة التظاهر والانتقال التكتيكي من قبل المتظاهرين لعملية التعجيل والدفع والضغط على الحكومة العراقية والقوى السياسية العراقية بضرورة الإصلاح الشامل. يبدو أن الحراك السياسي غير ملائم لمطالب المحتجين إذ انصبت الجهود السياسية على الإسراع في إقرار قانون انتخابي جديد وكذلك مفوضية جديدة للانتخابات وعلى التعديلات الوزارية التي يتوقع أن تطال 8 وزراء ومسؤولين آخرين في الحكومة. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا السياسي المستقر من بغداد عبر الرقم الاصطناعي الدكتور نديم الجابري. حياك الله سيد نديم. بداية، بعد استشهاد المئات وجرح الآلاف واعتقال الآلاف أيضا، حياك الله، الاعتقال الآلاف أيضا من المتظاهرين العراقيين، إلى أين نحن ذاهبون؟ أي سيناريو ترسمه الطبقة السياسية الفاعلة في العراق؟ وأي سيناريو أيضا يرسمه كمستقبل المتظاهرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقاء المشهد السياسي على هذه الصورة ينذر بمخاطر كبيرة. يعني هنالك إرادة وتصميم لدى الشباب العراقيين المنتفضين على الصمود رغم التضحيات البشرية اللي تعرضوا لها. يعني حجم الخسائر البشرية حجم كبير، يعني مئات الشهداء، آلاف الجرحى، مع ذلك هم مصممين على تحقيق الهدف. بالمقابل الطبقة السياسية، أحزاب السلطة السياسية، الحكومة العراقية لم يرتقي رد فعلها إلى مستوى الحدث، تحاول أن تتشبث بالوسائل والأدوات اللي اعتمدتها العملية السياسية منذ ولادتها ولحد هذا اليوم، مع أنها أصبحت
أدوات غير صالحة للعمل. ما هي هذه يعني الأدوات دكتور نديم؟ عفواً يعني للتوضيح فقط دكتور نديم عذراً عن المقاطعة، ما هي هذه يعني الأدوات التي تذكرها؟ شوف المواطن المتظاهر تجاوز الحسابات الطائفية بعد ما كان في السنوات الماضية يخيفونه أحدهما يخيفه بالطائفة الأخرى. اليوم المتظاهر تجاوز هذا الأفق وفهم أن الطائفية كانت لعبة سياسية شاركت بها قوى محلية وقوى إقليمية وقوى دولية، افتهم القصة. إذن ما ترتب عليها من محاصصات كانت خطأ في خطأ، وربما هي التي تسببت في وصول حال الشباب لدرجة تساوت عندهم قيم الحياة مع قيم الموت، وبدأ يخرج بهذه الطريقة. مع ذلك الطبقة السياسية لا تزال متمسكة بذات الأدوات. طيب. يعني لما الآن تقدم على خطوة تحسب حساب نسب المكونات، تمثيل نسب المكونات، تمثيل نسب الأحزاب، لعله خير مثال على ذلك لجنة كتابة أو تعديل الدستور. إذا تلاحظها تشكلت بنفس الطريقة اللي تشكلت فيها لجنة كتابة الدستور. طيب. بنفس الآليات. هسه لو تحسب النسب مو العدد تجد نفس النسب موجودة هنا وموجودة هناك. هذه الأدوات ما عادت صالحة. أيضا الطبقة السياسية تتحدث مع مواطن استرد وعيه، يعني قضية تخويفه وقضية السيطرة عليه ودفعه في متاهات وسياسات تخديرية ما عادت مجدية. اليوم يجب أن تتحدث مع المواطن على أنه مواطن مدرك واعي، أصبح وعي المواطن أعلى بكثير من وعي الطبقة السياسية. نعم واضح. الحاكمة. واضح دكتور. الفجوة دا تكبر. نعم. طيب ألا تظن أنه في الآونة الأخيرة يبدو أن الطبقة السياسية تحاول التكيف مع موقف المرجعية الذي يبدو أنه حاد جدا، رغم أنه أيضا يستهدفها ضمنيا؟ السؤال هو على ما يصر الفرقاء السياسيون الفاعلون وسط إصرار الشارع على التغيير؟ الحقيقة هي ما تحاول أن تتناغم مع خطاب المرجعية، هي تحاول أن تلتف على خطابات المرجعية. المرجعية ربما الخطاب الأخير كان متميزا ويختلف عن الخطابات السابقة، يبدو فيه التعاطف مع الجمهور المنتفض كان أوضح من السابق، وراعى أيضا مسألة الأمن والنظام، لكن النقد الشديد والكلمات الشديدة كانت موجهة للطبقة السياسية، تم اتهامها بالمماطلة والتسويف، وهنالك عبارة ذات دلالة واضحة وردت أيضا في الخطاب، ترى اعلموا أنه العراق ما بعد التظاهرات لن يكون كما كان قبل التظاهرات. هذه رسالة. نعم. معنى أدواتكم لم تعد صالحة لإدارة الحكم. نعم. في البلاد. عليكم. طيب. تطوير أدواتكم للتعاطي مع الحدث. سؤال أخير لو سمحت دكتور نديم، هل سلت يعني برأيك سنشهد انعكاسات على الساحة العراقية بالتزامن مع ما يحدث في إيران من حركة احتجاجية، سيما وأننا يمكن أن نتذكر ما حذر منه رئيس الجمهورية التركية في وقت سابق أردوغان، قال إنها سوف تنطلق أو يعني ستندفع إلى داخل العمق الإيراني، وهذا فعلا ما حدث. كيف يمكن الربط بين هذه الأحداث برأيك؟ شوف أنا قبل مدة تحدثت وانتقدت بشدة حكومات المنطقة، خصوصا تلك الحكومات التي تتبنى الرؤية المذهبية أو الرؤية الطائفية. قلت يعني ثلاثة دول رئيسية مستهدفة في المنطقة، مستهدفة في وحدتها الوطنية، اللي هي إيران مستهدفة في وحدتها الوطنية، العراق مستهدف في وحدتها الوطنية، والسعودية مهددة في وحدتها الوطنية. الثلاثة الحقيقة يتحركون بدون أن يعون هذه الحقيقة، يعتقدون أن الخطر بعيد عنهم، لكن هو الخطر يزحف عليهم، مثل ما السوريين كانوا يعتقدون أن الخطر بعيد عنهم، شوفوا امتد عليهم.
الإيراني يعتقد الخطر بعيد عنه، امتدت على اليوم على الجانب الإيراني وربما ستمتد على الجانب السعودي. يعني هذا المنهج اللي دخلوا به المنطقة منهج لن يزيد المنطقة إلا دمار وإلا خراب وخضوع للأجنب. يعني هذه دخلونا في إتون الطائفية، الإيران يريد نشيع المنطقة والسعودية تريد تسنن المنطقة والعراق منقسم بين الاثنين. يعني توجهات غريبة. يعني هو إذا ضاعت بلدانكم ليش هو راح ينفعكم التشيع لو التسنن؟ يعني لو المنطقة تشيعت راح تخلص من هذا الوضع المزري، إذا تسننت راح تخرج من هذا الوضع المزري. طيب. يعني أتمنى يعني حكومات هذه البلدان الثلاثة أن ترتقي إلى مستوى الخطر، وعلى أقل تقدير أن تحافظ على أمن المنطقة وتحافظ على وحدتها الوطنية. نعم. بدون مزجنا في إتون الطائفية اللي أوصلت المنطقة إلى هذا المستوى من التردي. نعم، كان معنا السياسي المستقل عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور نديم الجابري، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. في محافظة بابل قام متطوعون بحملات تطوعية لإعمار وتزيين الجدران والشوارع في ساحة الثورة وسط الحل. نتابع المزيد في هذا التقرير. هكذا بدأ مجسر الثورة بعد أن لامسته أنامل المتظاهرين المبدعين، حيث قام مجموعة من الفنانين البابليين وبالتعاون مع المتظاهرين المتطوعين لإعادة تأهيل الجسر ورسم لوحات فنية على جانبيه تخلد تظاهرات 25 من أكتوبر. فرق تطوعية كثيرة ساهمت في إعادة تأهيل ساحة الثورة وسط الحلة، حيث قام هؤلاء الشباب بإعادة دهان الأرصفة والشوارع المؤدية إلى ساحة الثورة. احنا مجموعة من الشباب، من شباب بابل، عندنا فريق باسم بيس فولنتيرز، قمنا بتخطيط الأرصفة وصبغها حتى نبين محافظتنا بشكل أجمل وأروع، ونبين أن مظاهراتنا سلمية، وقدرنا نسوي اللي بفترة كلش قليلة اللي ما سوتها الحكومة خلال 16 سنة. استمرار الأعمال التطوعية بشكل يومي لأكثر من أسبوعين كتقديم المأكل والمشرب وتنظيف الشوارع وإعمارها قد يبعث برسائل مهمة من المتظاهرين إلى الذين حاولوا اتهامهم بالتخريب وأوصاف أخرى. ننظف الشوارع ونبني البلد، احنا طالعين حتى نوصل الحكومة أن تظاهراتنا سلمية، وهسه احنا جوا جسر الثورة ومن الصبح إن شاء الله لحد ما نخلص الشوارع ننظفها لنرجع للبيت إن شاء الله. استطاع هؤلاء المتظاهرون أن يستحدثوا طريقة جديدة للتظاهر، فاتخذوا من الإعمار طريقة سلمية للتعبير عن رفضهم للفساد والدمار. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة. في البصرة يستمر آلاف المتظاهرين باحتجاجاتهم المطالبة بتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين، منددين بالقمع الذي تتعرض له تظاهراتهم السلمية. ينتمون إلى بعض الجهات المتسلطة على الشعب العراقي، يراد من هؤلاء المندسين أولا تشويه سمعة المتظاهرين، وثانيا لقمع المتظاهرين بدون أي مسميات طائفية أو حزبية أو مناطقية. مطالبنا واضحة اللي مثل ما تشوف قدامك. إحنا ليش الصناعة العراقية متوقفة؟ شنو السبب؟ وليش البطالة منتشرة بالعراق؟ بلد غني، بلد نفطي، بلد صناعي، بلد زراعي، بلد تجارة. ليش الشباب قاعدة على طالة بطالة؟ سويتوا، قتلتوا شعب، ظلمتوا الشعب، هدرتوا أموال العراق. ليش؟ ليش مثلا؟ هل إحنا بقصور وياكم؟ انتخبناكم، خليناكم على الكراسي؟ اسمعوا كلامنا، اسمعوا كلام الشعب. الشعب ثار من بغداد إلى البصرة.
لليوم الثاني على التوالي واصل المتظاهرون في محافظة البصرة إغلاق ميناء أم قصر الواقع جنوبي المحافظة. المحتجون منعوا الشاحنات من الدخول والخروج من الملاء باستثناء الشاحنات التي تحتوي على المواد الغذائية والبضائع التي تمس حياة المواطن، كما هددوا بالاعتصام أمامه لأيام لحين تحقيق مطالبهم. بسبب التظاهرات في المدن الإيرانية، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إيقاف حركة المسافرين في المنفذ، فيما أشارت إلى أن المنفذ يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري. الهيئة أوضحت في بيان رسمي لها إن قرار الإيقاف جاء بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحة أن جميع المسافرين العراقيين الذين يريدون العودة إلى العراق يدخلون بصورة طبيعية ومن دون أي تأخير. هيئة المنافذ الحدودية أعلنت أيضا توقف حركة المسافرين في منفذ الشيب الحدودي. نعم، الهيئة أكدت في بيان لها أيضا أن منفذ الشيب الحدودي يعمل بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري ومرور الشاحنات والبضائع، إلا أن حركة المسافرين من العراق إلى إيران متوقفة بناء على طلب من الجانب الإيراني. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. الوقود في إيران يشعل احتجاجات شعبية والحراك يتسع في يومه الثاني. تراكم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لم تجد طريقا نحو الحل إلى الآن، على الرغم من كثرة الزيارات المتبادلة بين الطرفين، لتبقى هذه الملفات أسيرة الوضع السياسي غير المستقر في عموم البلاد. رغم خيارات التصعيد والوعيد التي كانت سمة غالبة عليها، ما تزال تراكمات الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لم تجد طريقا للحل في الوقت الحاضر، لا سيما بعد استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد. مظاهرات أثرت، لأن أولياء ويات الحكومة أصبحت هو تنفيذ مطالب المتظاهرين والوضع الأمني بالبلد، لكن أنا مطمئن هناك نية صادقة وحقيقية من الجانبين لحل حل جميع الأمور وتصفية جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وبعد ما تهدأ وتيرة المظاهرات وتعود الحكومة إلى وضعها الطبيعي تبدأ المفاوضات بشكل مكثف مرة أخرى. ويسعى إقليم كردستان وبشكل حثيث إلى تطوير المحادثات لحل كافة القضايا العالقة وفق الدستور والخروج بنتيجة نهائية مرضية لجميع الأطراف، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم نجربان البرزاني، والتي قد ترسم ملامح العلاقة المرتقبة بين المركز وإقليمه. برغم الأوضاع الحالية في بغداد والتوترات التي تشهدها محافظات العراق، إلا أن الرئيس نجربان بارزاني تحدى كل هذه الأوضاع وذهب إلى بغداد ليؤكد على مسائل مهمة جدا. أولا التعاون في مسائل ضبط الحدود والمسائل الأمنية والمسائل الاقتصادية والسياسية، ثانيا التعاون في حل المشاكل التي من الممكن أن تصيب الحكومة العراقية لكون المكون الكردي والقومية الكردية هي جزء وشريك مهم جدا في هذه الحكومة. ملفات الديون وعائدات الإقليم من تصدير النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها لم تطوى صفحاتها، ولم تخرج المباحثات بنتائج واضحة طيلة فترة الحكومات السابقة. في ظل أجواء مشحونة بالغضب الجماهير المتصاعد بتغيير الواقع السياسي، يبقى حل المشاكل المتراكمة ما بين بغداد وأربيل يسير في طريق مجهول. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. احتجاجا على رفع أسعار البنزين إلى 3 أضعاف، اتسعت دائرة التظاهرات في المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، فيما طالب المحتجون
السلطات الإيرانية بالعدول عن هذا القرار. المتظاهرون الإيرانيون قاموا بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق معظم الطرقات الرئيسية في البلاد تعبيرا عن غضبهم من هذا القرار. التظاهرات وصلت أيضا إلى العاصمة طهران، كما شهدت محافظة بوشهر تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة، وقاموا أيضا بإطفاء محركات سياراتهم أمام المبنى. اتوبان همت دارم میگرم برای گزارش امروز به کارشناس که فعلا نرسیدم. على هامش اندلاع التظاهرات، أكدت السلطات الثلاث الإيرانية خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى على ضرورة التعاون فيما بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، فيما دعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل. السلطات أكدت أن هدف الخطة هو إيجاد العدالة الاجتماعية لـ60 مليون إيراني من محدودية الدخل ومحاربة تهريب الوقود وتقليص الفساد وإدارة استهلاك الوقود أيضا. وخلال الاجتماع دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني جميع الأجهزة الحكومية إلى التعاون لإنجاح الخطة، مؤكدا أن دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة ستبدأ من الأسبوع المقبل. أعرب المرجع الديني الإيراني صافي الكلباكاني عن أسفه وقلقه من قرار بلاده برفع أسعار البنزين، لافتا إلى أن القرار وضع الكثير من المواطنين في موقف صعب، فيما دعا إلى إلغاء خطة زيادة أسعار الوقود. المرجع أوضح في بيان أن إقرار خطة زيادة أسعار البنزين في ليلة مولد الرسول مسألة أسف وقلق بالغين، داعيا إلى إلغاء خطة زيادة أسعار الوقود. المرجع طالب أيضا بإجراءات فورية لحل مشاكل المواطنين بالتشاور مع كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد. بالغاز المسيل للدموع ذاته والرصاص الحي، جابهت قوات الأمن الإيرانية المتظاهرين في 18 محافظة، مؤكدة وجود طرف ثالث يستهدفها والمتظاهرين بوقت واحد. نتابع المزيد في هذا التقرير. تظاهرات إيران وليدة السخط ذاته، توأمها الغاضب في 18 محافظة إيرانية، سيناريو مشابه لما جرى ويجري في العراق، مع مطالب ذكرت بالمطالب الشعبية العراقية حين انطلاقها أول مرة. والحقوق ربما كانت كلمة السر التي فتحت أبواب غضب الشعبين. السلطات الأمنية في إيران استخدمت وسائل القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين الذين احتجوا على غلاء المعيشة وقرار الحكومة برفع أسعار الوقود في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. كانت طريقة قمع التظاهرات في إيران مماثلة لما جرى في العراق من استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع. الادعاء العام الإيراني أكد أن طهران ستتصدى بحزم للمخلين بالأمن والنظام العام. تزامن هذا التصريح مع اجتماع السلطات الإيرانية الثلاث لبحث تطورات التظاهرات التي اكتسحت البلاد، فيما أكدت السلطات وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن. وأخيرا قطعت خدمة الإنترنت لتقييد التنسيق بين المتظاهرين، سيناريو مماثل لما يجري غير بعيد في العراق، حيث كان الغضب واحدا والمطالب مشابهة، وربما كان الطرف الثالث كذلك. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
بعد تراجع الأمن المحتجون يسيطرون على السنك وينتشرون بالخلان. مسلسل ترهيب المحتجين يتواصل، اغتيال ناشط مدني في وضح النهار. حصيلة مرعبة للمعاقين بالاحتجاجات، إصابة المئات بإعاقات مزمنة. إغلاق جديد لميناء أم قصر، والعراق يغلق منفذين حدوديين مع إيران. للمزيد من الأخبار والتقارير الفلوجو.تيفي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوتيوب تويتر، نشكر لكم دائما كرم المتابعة. إلى اللقاء. في أمان الله.